انا عايز اسال حضرتك سؤال يا كابتن بقى. اتفضل. بما احنا يعني بعيد بقى عن ماتش الاهلي والزمالك وما يتم تداوله في الفتره اللي فاتت عن امام عاشور ووجوده في النادي الاهلي، هل امام فعلا هو البديل الجيد واللي هو يقدر يسد خانه عدم وجود حمدي فتحي في الفتره القادمه، ولا يعني النادي الاهلي ممكن ما يبقاش محتاج خدمات امام عاشور ويخش في الجدال اللي موجود دلوقتي ده كابتن؟ لا انا يعني اقول لك من وجهه نظري، طبعا طبعا في كابتن محمود الخطيب وفي لجنه التخطيط بيدرسوا المسائل دي بشكل كبير جدا، وهم اكتر ناس بيقدروا يشوفوا مصلحه النادي فين وهيعملوها. ولكن انا من وجهه نظري وانا بعيد شويه كان من مقاعد المتفرجين، يعني انا ايدك ان فعلا امام عاشور هو من اول البدائل اللي ممكن تسد الفراغ اللي سابه حمدي فتحي. طيب ده شيء جميل، هو يمكن طبعا عنده مميزات كمان اعتقد انها مختلفه عن حمدي كابتن كمان كتير. انا مش عايز اقول كده يعني، قول يا كابتن احنا يعني هنتكلم شغل فني يعني. عنده لا عنده مميزات فنيه تفوق يعني مما عنده من اللعيبه الكويسه، امكانياتها كويسه. صحيح. ومن اكتر لعيبه خط النص اللي انا ببقى معجب بيهم وانا بتفرج عليه يعني لما بيكون في حد. وجوده كمان اعتقد في النادي الاهلي تفرق كمان في العقليه كابتن، ولا انا غلطان يعني؟ لا هيتظبط. هي مشكلته على العقليه برضو، قراراته، طريقه تفكيره، ولكن بمجرد انضمام النادي الاهلي كل الكلام ده هيتظبط، لان انت يعني اكتر واحد عارف النادي الاهلي ونظامه والسيستم اللي جوه الفرقه، واي لعيب بيخش في فرقه النادي الاهلي بيبقى ترس من ضمن التروس، بيبتدي يتحرك مع التروس كلها بتشتغل في طريق واحد. صحيح. اللي هو الالتزام وعدم الكلام والادب والعطاء داخل الملعب بس، وعليه حقوق بياخدها، وعليه واجبات بيعملها. فالكلام ده هيفرق مع امام وهيظبطه بشكل كبير جدا. كمان في حق يعني في تالق لبعض اللاعبين، وهتبقى تنافسيه موجوده كابتن يعني. القندوسي هو بيبقى موجود، السوليه موجود، اعتقد وجود امام كمان هيخلي الدنيا تشعل اكتر يعني. طبعا هيبقى في تنافس ما بين اللعيبه، وده بيرجع لازدياد المستوى بتاع الفريق يعني. صحيح. طيب خليني اخدك يا كابتن لنقطه اخرى، ولكن خاصه بقى بمنتخبنا الاولمبي امبارح، ويمكن وصوله للاولمبياد، ولكن طبعا خسر البطوله. برايك للوصول لهذه المرحله وخساره اللقب يا كابتن؟ والله الولاد ادوا بشكل كويس، ولكن قبل يعني انا مش عايز ابخس لهم حقهم، لا لعبوا بشكل كويس وادوا اداء بشكل اقدر اقول ان هو يقترب من الممتاز. حققوا الهدف بالوصول للاولمبياد، ولكن الهدف الثاني اللي هو الحصول على البطوله يمكن ما حالفهمش التوفيق. الحكم برضو كان علينا شويه امبارح، صحيح يا كابتن، حته الطرد، وصعب قوي على اي فرقه ان هي تلعب بعد ربع ساعة ولا 20 دقيقة تكمل الماتش ناقصة لعيب، بالذات قدام فرقة كبيرة زي فرقة المغرب. فرقة المغرب النجاح الوحيد اللي أنا بس أو الملاحظة الوحيدة إن فرقة المغرب لما تيجي تبص لها عندهم 26 لاعب محترف خارج المغرب. سيبك بقى من إن هم كسبوا بطولة أفريقيا، أنا من وجهة نظري أنا ما بحللش الأمور بالكلام ده. أنا بحلله بإن عندهم 26 لاعب محترف خارج المغرب، ده بيديك مؤشر إن بعد 3 سنين منتخب المغرب الأول هيكون على مستوى عالي، ويقدر الجيل ده إن هو يكمل مع الجيل بتاع المغرب العظيم اللي هو طلع رابع العالم. كلام مظبوط. هو ده بس الفرق الوحيد ما بينهم وما بيننا.